تتبعي قناة المغرب اليوم، أهلا وسهلا. اليوم عندنا واحد القصة غريبة، واحد العائلة اللي فقدت الابن ديالهم أو الأخ ديالهم في ظروف غامضة. كيفاش وقع؟ تتقول السيدة بأنها الأخ ديالهم قلبوا عليه في شوارع مدينة مراكش، في الخيريات، المستشفيات، في مراكز الدرك الملكي، في الدوائر الأمنية، وفي الاخر تتفاجئوا بانه الاخ ديالهم مات ودفنوه في واحد المقبره. بعد ما هزوه الناس من السبيطار ودفنوه في واحد المقبره بلا خبرهم بلا الاذن ديالهم. لاله السلام عليكم. ممكن تحكي لنا الواقعه لاله للمتتبعين المغربي اليوم؟ في شهر 4 نهار 3 فيه، ما جاش، خرجنا تنقلبوا، ما خلينا فين قلبنا خويا، ما خليت فين نقلب، تنقلب كي الحمقه، بغيت نحماق الشوارع، عرفتي ديك ايامات كورونا تنقلب، ما لقيتوش. قعدت وانا مشيت، هو هذا ياك؟ هو هذا خويا. مشيت للخيريات، تيقول كان هنا، خرج اليوم. هو مسكين ما يتناش في السبيطار من سميتو، دخل نهار 10 نهار 8 في شهر 4. كيفاش قلبتوا عليه؟ شحال انتم تقلبوا عليه؟ شهرين؟ تنقلب عليه شهرين، رمضان كله قلبته، وقبر رمضان كله قلبت عليه خويا، ما لقيتش خويا. فين مشيتو؟ فين قلبتو عليه؟ قلبنا، قلت ربما اش فين كيكون. هو مسكين دابا ممكن خرج من الخدمه، بدا تيكاردي وكيغسل الطوموبيلات على هاد الميمه الخله من نهار فاش مات با. هو مسكين متعاونين حنا في الزمان. صافي قلبت ما لقيتوش، قلت ربما تيك ما مقبود، ديك من هاد كورونا ما مقبود. فين هو؟ كانت عنده فوتوكوبي نتاع لاكارتي من هزات في جيبو، كانت عنده واحد الباتجه كانت عنده ديال نتاع الكوكب بقات في جيبو. يعني الهويه ديالو التعريف ديالو ديما عنده هذيك لاكارتي، فوتوكوبي نتاع لاكارتي ديما تكون في جيبو. من بعد ما قلبتي شهرين مشيتي للخيريات، فين اش درتي من بعد؟ مشيت للخيريات، جيت ما لقيتوش، مشيت للسبيطار، مشيت بعدا للسبيطار سولتهم، قال لك لا ما عندناش، قال لك دخلوا بيدخلوا جوج، قال لي الله يستر، قال لي لا واحد يدخل. دخل ولدي تيقلب، قالت لي ما كاينش، قالت لي هاد الولد، قالت لي ما عندناش. جينا في حالتنا هي باش مشيت لعند البوليس، درت به شكايه في الكاتريان. ماشي شكايه، مشيتي درتي ديكلاراسيون؟ درتها به عند البوليس في الكاتريان. الكاتريان قالوا لي راه دابا حنا الملف راه ما بقاش على حسابنا، غتمشي للولايه. مشيت للولايه، دخلت عند واحد السيده سولت، قلت لها عفاك الله يجازيك بخير، واش ما كاين خبار؟ قالت لي لا، راه الدائره حنا عندنا تدور، الا كان راه غادي حنا اللي حنا نعلموا. هما تا هما كتفوا البحث باش يقلبوا عليه. قالت لي راه حنا اللي غادي نعلموكم. بقيت هكا قاعده حتى لهاد النهار هذاك، انا ما كنتش واحد النهارات كنت خدامه، كاينه غير اختي هي وولدي، وما يجيهم واحد الخبار الاربع. قال لهم بان راه هاد الولد راه توفى مات، اجركم الله. شكون اللي بلغكم بانه راه مات التوفى؟ الولايه، ولايه الامن. ولايه الامن بعد ما درتو ديكلاراسيون، يعني راه خدموا معكم قلبوا لقاوه راه مات. اييه. اشنو السبب ديال الوفاه ديالو؟ لا ما عرفناش هذا، وما عرفتوش انا كيفاش. يعني انتم بغيتو يبيت نسول خويا، مو مشاو داروا ليه البصمات، جبدوه مسكين، قال لك 3 ايام هو مجبود، قال لك تطلق كان جامد. ديك الساعه انا مو فين داروا خويا البصمات، عيطوا لي ما يدفنوش، يخليو عليا انا، بغيت ندفن خويا انا، بغيت ندفن خويا، ما يدفنوش ليا جاب. داو خويا بحال ما عندي حتى عائله، وغربوا عليا، طاتوا فين غربوا عليا خويا؟ راه الحماق هذا في العزوزيه، راه الحماق. انا ما شفت خويا شحال هذا عند الاخر يتدفن بحال ما عندي عائله. انتوما بغيتو يتدفن حداكم في الحي ديالكم؟ انا بغيت اخويا ندفن حدا با، وبغيت ندور خويا، وبغيت ندفن نغسل، بغيت نغسلو قدامي، وبغيت نقلب خويا. واش مضروب ولا مات؟ الا مات موت الله، الله يغفر لينا واليه، والله يسمح لينا واليه. ولينا خويا دابا انا ما عرفت، الله يرحمه ويسامح، ما عرفت شنو السبب. هذا هو، واجركم الله. غادي نجيو حدا الام ديال سميتو. لا لاباس، بخير، اجركم الله. اش وقع لكم ولا اش هاد الخبار جاتكم؟ هي مسكينه قاعده ما تتشوف كاع. وليدي انا بصيره ما تنشوفش. انت يا ما تتشوفيش، يعني مكفوفه؟ مكفوفه. اه يا وليدي. وما كانش وقع لك لاش البصر؟ لا، اش وقع لولدك؟ اشنو الاخبار اللي جاتك على ولدك؟ كيف استقبلتي هذيك الاخبار؟ كيف جاتك؟ جاتني هاي اختي اللي كتعاود، كلشي داك الشيء اللي كتعاود راه قلبها كتعاودو. انا ولدي ما عرفت، ما رجف الله، ما تقاضى العمر، ما شفت ما نقول لك. اي والله
لا لا اش ممكن تزيد لينا، اش ممكن تقولي لينا انت هي الام اللي الاخت ديال هاد بعد ما سمعنا الام ديالك الاخت ديالو تحرق لك قلبك حسينا بيك. انا يلاه كنت جالسه انا ولد خصي في البيت دورونا من الولايه قالوا لنا جو ملي مشينا بقيت جالسه سولني واحد قال لي انت اخت هاد الضحيه قلت له شكون الضحيه وقول لي ابراهيم خليخل قلت له انا اخته وقول لي اختها مات قلت له باش اخويا مات قال لي بكسيده قلت له فين قال لي بكيليز قال لي بكيليز قلت له انا تصدمت بقيت نبكي قال لي سير جلسي واحد قال لي سير جيبي الورقه لاكارت ديالك هبط بنت جيب لاكارت طلع معايا ولد خصي جلس كيعمر ليا قال لي بصمي كاع دوك الوراق اللي عمر هو بصمت انايا تما نعرف الحق بيننا قال لي هو ولدكم ما جيت قلت على خصي قد كان غوت تما. دابا نتوما اش تطالبوا ولا لا؟ تنطلبوا حنا حقنا تنطلب خويا في علاش فين مات واش من الدريه اللي هزاتو وقال لك بسبب المخزن مات وقال لك وكاين الملك اللي قال لهم دفنوه هو وما عندك الحق باش يدفن هذيك الروضه يجيبوه يسلموه هنا حنايا عائلته عنده عائله عنده حباب عنده كلشي يسلموه هنا حنايا حنا غادي ندفنوا بيدينا حنا بغينا حقنا يبان وبين نطلبوا خويا اشنو اشنا هو السبب علاش مات الا كان مضروب انتما تطالبوا تحقيق يتفتح تحقيق في هذه الملابسات في هذه الواقعه اييه في هذه الواقعه نشوفوا خونا اشنا واقع به واش تقتل مقتول ولا يموت الله ولا شي حاجه قتل شي حد عطى عليه شي حاجه الله اعلم داكشي اللي بغينا نعرفوا حنايا سيدي.